ما شاء الله تبارك الله. تعال شوف الموتور مين هذا. هذا 2019 540i 6 سلندر توين تيربو، ما شاء الله تبارك الله، اكس درايف 335 حصان. اول الاشياء اللي بدك تشوفها، شوف ابواب شفت، ما شاء الله تبارك الله. الموتور ام كيت كامل، تتكلم عن دخول كيس ستاير خلفية وجانبية بالكامل، ما شاء الله تبارك الله. أبواب شفط أربع، خلونا نجلس أولا بسم الله. مواصفات جميلة في الصلاة، تتكلم قوام السلامة عن مدفون كهرب، رادار، رجع مسار، كاميرا 360 درجة، عندك تسخين المراتب، مريات القيادة، إضاءات الليد، دير مدار، ما شاء الله تبارك الله، فتح السقف جميل جميل، نظام الصوتي الهارمن، ميموري سيت، عندك شيء ثاني، الشاحن اللاسلكي، ف ما شاء الله تبارك الله. طبعا عندك البروجيكتور أيضا لا ننساه. وغير كذا عندك